المهندس محمد يحيى الاستشاري الهندسي للنادي الاهلي. بس مساء الخير يا باشمهندس. فندم تحياتي لحضرتك. يعني بتكلم على الانشاءات الخاصه بالنادي الاهلي في الفتره السابقه، وايضا الفتره اللي جايه اكيد في وضع هيبقى مختلف بالنسبه للانشاءات، خصوصا ان شاء الله لو في فرع الرابع ان شاء الله هيتم الدخول فيه او البدايه فيه بشكل كبير ان شاء الله. والله عايز اقول بصراحه، منذ تولي المجلس الحالي برئاسه المهندس محمود طاهر المسؤوليه، لا انا ولا المهندس معين مدير الاداره الهندسيه، يعني ما بناخدش نفسنا، كل ما نخلص حاجه نلاقي في الخطه الانشائيه حاجات جديده. كل ما نقول عايزين نريح نلاقي حاجات جديده. اللي عايز اقوله في الفتره الاخرانيه ان في مبنى صالونات ومطاعم للاعضاء وحديقه كبيره بشاشه عرض كبيره، عدد من المكاتب يعلوها تراث كبير. ان شاء الله هيتم افتتاح المبنى دوت 1/11/2017. جميل جميل. بالنسبه لمدينه نصر، احنا اخيرا باشمهندس يعني لو حضرتك سامعني الصوت بيقطع، يا ريت بس يعني لو حضرتك تقف في مكان يكون فيه شبكه. باشمهندس محمد، طيب يعني ما زلنا بتكلم في الجزئيه دي، يعني ما زلنا احنا بنشوف على الشاشه شكل النادي الاهلي. اكيد اللي اتربى جوه النادي الاهلي وشايف تطورات موجوده من سنه لسنه من مجلس لمجلس، بنشوف قد ايه احنا بنبقى سعداء بهذا التطور، وما زلنا ان شاء الله هنبقى سعداء من خلال شكل الانشاءات داخل النادي الاهلي. بنفكر طبعا ان احنا في يوم من الايام يبقى عندنا استاد يليق باسم النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد او في 6 اكتوبر، دي حاجه من احلامنا. وانت ما بتنفعش ان انت بتحلم وبتبتدي تحط هدف قدامك وتبتدي تنفذه بشكل كبير. ده فرع الشيخ زايد امامنا، يعني حاجه مميزه جدا. زي ما بقول لكم، انت بتحط هدف قدامك، بتحط حلم قدامك وتبتدي تنفذه من خلال وجود الاول ارض تبقى موجوده، وبعد كده عندك الماده تقدر تشتغل عليها، بتوفر كل حاجه مميزه جدا لاعضاء النادي الاهلي او اعضاء الجمعيه للنادي الاهلي، وايضا جماهير النادي الاهلي من خلال البطولات ومن خلال الانجازات اللي بتحصل. معايا الباشمهندس محمد يحيى مره اخرى. والباشمهندس انا اسف الخط قطع، لو هتكمل لنا طبعا. لا فيش مشكله يا فندم. في مدينه نصر تم افتتاح مؤخرا 5 ملاعب كره يد بعد التجديد، طبعا تجددوا على اعلى مستوى. برضه افتتحنا التراك للمشي للاعضاء، وجاري الان عمل مبنى غرف خلع ملابس لجميع الفرق الرياضيه. تمام. احنا السنه دي عملنا حاجه جديده، ان كل الغرف بقت مكيفه. تم تجديد الشبكه الخارجيه بالكامل، شبكه المرافق كلها. وكده نقدر نقول ان احنا عندنا مرسى مطروح رجعت جديده بنسبه 100% مع التعديلات اللي حصلت عليها. ان كل الغرف دلوقتي بقى فيها مكيفه، بقى فيها تلفزيون، بقى فيها تليفون، كانه اوتيل بالظبط يعني. بنروحه، كان يمكن اول مره السنه دي اروحه انبسطت جدا منه، يعني عضو في النادي الاهلي من الستينيات. جميل. على اعلى مستوى يعني. جميل. بالنسبه للشيخ زايد، كان عندنا زياره امبارح من مجلس اداره النادي الاهلي وال فقدوا اخر اعمال موجوده في الشيخ زايد، واحنا انتهينا في الشيخ زايد من اعمال. احنا بقى عندنا جيم رجال وجيم سيدات، الاجهزه على اعلى مستوى. عندنا صاله ايروبكس على اعلى مستوى، عندنا نادي صحي رجال ونادي صحي سيدات. كل نادي صحي بيحتوي على ساونا واثنين جاكوزي 6 افراد وغرفه بخار وغرفه تدليك. عندنا كوافير رجال، كوافير سيدات. الحاجات دي كلها اتشافت من مجلس الاداره امبارح ومن اللواء 20 شمس، واحنا كنا جاهزين ان احنا نفتح على طول. يمكن كان اتفقنا هنفتح بكره، هم فضلوا قالوا لا احنا نفتح بعد العيد علشان خاطر يكون كل القوه الاداريه والعمال يكونوا تعينوا وبقت كل حاجه على اعلى مستوى. طيب باشمهندس اتفضل. ان شاء الله على نفس الميعاد على العيد هنفتح حديقه العائلات الجديده دي، حوالي 5 فدان. إذا أول مرة تحصل في مصر، عندي عاملين مدينة مرور لتعليم الأطفال قواعد المرور وإن إزاي يحترموها. عاملين جراج
للعجل وتراك عجل، الجراج ده بيفعل حوالي 1000 عجله. دي تقريبا في الفتره اللي جايه دي كلها، دي كلها ان شاء الله على يعني تقريبا نقدر نقول في اخر شهر 10 كل الكلام ده هيبقى مفتوح في كل الفروع. الحاجه بس اللي ضايقتني كانت جدا من امبارح، ان انا كنت قاعد مع ناس اصحابي لقيت واحد بيكلمني بيقول لي ده في احد البرامج بيقولوا ان المجلس السابق هو من قام باعمال جميع الانشاءات من ملاعب ومبنى اجتماعي وحدائق اطفال وحدائق العائلات بالشيخ زايد. طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص، والكلام ده عالي تماما من الصحه. وعلى فكره الكلام ده برضو اتصار حوالي من سنتين في نفس البرنامج، وكان البرنامج ده بيستضيف مسؤول رياضي سابق وقالوا ان المجلس الحالي كل اللي عمله ان قص الشريط. طبعا لما اتقال الكلام ده في البرنامج ده انا تم استضافتي في احد البرامج المشهوره رياضيا، وورينا بالمستندات والصور وايه اللي احنا عملناه وايه اللي احنا استلمناه. حتى انا فاكر ان المذيع في الوقت دوت قال ان لو اي حد عايز يطلع يعمل مداخله ويقول كلام غير اللي اتقال دوت هو يعني بيرحب بكده يعني. طبعا ولا حد اتكلم وسنتين ما حدش اتكلم، معرفش الكلام ده ظهر مره ثانيه ليه، حاجه عجيبه جدا. الحقيقه ان احنا استلمنا الشيخ زايد اولا بدون مرافق، يعني ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه غاز، ما كانش فيه صرف صحي على الفعل، ما كانش فيه تليفونات. كل اللي استلمناه في الشيخ زايد هو الصور. الصور كمان بتوضح الامور اللي انت بتتكلم عليها، تشطيبه من الخارج فقط. ومن الداخل تشطيب بعض الحمامات وبعض الارضيات سيراميك، وكان سيراميك سيء جدا لدرجه ان احنا حطينا يعني غطينا السيراميك دوت، ولو اي حد عايز يشوفه ممكن يشيل الاتش بي ال ويشوف السيراميك الناس كانوا بيشتروه ازاي يعني. كان سيراميك سيء جدا. استلمنا كان في خزان مياه ارضي، في شبكات حريق وتغذيه وصرف صحي داخلي، وعدد 3 غرف كهرباء. الباقي بقى كان صحراء جرداء. طبعا كان في، انا عايز اقول بس كان في مشاكل يعني يا باشمهندس وانت يعني بتتكلم معايا احنا بنعرض فرع الشيخ زايد وهو صحراء موجوده قدامي، او يعني زي ما بنقول قبل وبعد. قبل وبعد طبعا الانشاءات اللي حصلت فيه. المهم ان احنا اللي عايز اقوله ان احنا اشتغلنا في الشيخ زايد يعني بجد، خلصنا اللي عايز اقوله احنا خلصناه. اولا خلصنا المبنى الاجتماعي بالكامل، تشطيب داخلي بالكامل، شبكات حريق وشبكات. طب سؤال يا باشمهندس معلش، انا لازم بس اوضح الجزئيه دي عشان نبقى المبنى الاجتماعي، انتوا او مجلس اداره المهندس محمود طاهر او مجلس اداره النادي الاهلي الحالي كان موجود المبنى الاجتماعي اوريدي او لا ما كانش موجود؟ لا كان موجود المبنى ومشطب من الخارج. تمام. لكن من الداخل كان يعني مشطب حاجات بسيطه قوي. تمام. واحنا كملنا ان هو كان اصلا معمول مش مبنى اجتماعي. ده هو اصلا كان مبنى اكاديميه. سكن للاكاديميه. تمام. احنا حولناه لمبنى اجتماعي. تمام. وعملنا بقى الملاعب والحدائق وحدائق لعب الاطفال كل الحاجات دي كلها خلصت، والجراشات. الكلام ده كله خلص في 6 شهور يعني. اللي عايز اقوله برضو يعني الحاجه اللي تحزن قوي، انت كمان ممكن تستشهدوا بالاستاذ محمد سويلم اللي هو وكيل وزاره مديريه الشباب والرياضه بالقاهره. صحيح. الراجل ده جه عمل زياره اول ما بدانا التنفيذ في فرع الشيخ زايد، كان تقريبا منتصف 2014 بالظبط اللي انا بقوله، الدنيا صحراء مفيش حاجه ثاني خالص. الراجل ده يعني تقدر تكلمه هتاكد برضه منه في المعلومه دي. انا هحاول اوصله طبعا نتكلم في الجزئيه دي، لان طبعا مديريه الشباب والرياضه بتبقى بتعمل عمليه تفتيش بقى. ودي انا سمعتها بنفسي في البرنامج دوت، ان المذيع بتاع البرنامج تهكم جامد جدا على النادي الاهلي والمجلس الحالي في موضوعين. مش عارف هو يعني ايه 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 سبب ان هو يقولهم يعني. الموضوع الاولاني قال ان مفيش ارض في التجمع الخامس. اللي عايز اقوله سعادتك، احنا النهارده دفعنا حوالي 45 مليون جنيه الدفعه المقدمه لارض التجمع الخامس. تمام. والاستاذ كامل زاهر جاري اعداد شيك ب 13 مليون مصاريف اداريه عشان ابتدي في التنفيذ. تم اعداد المخطط العام لفرع التجمع. جميل. تم الاتفاق مع الاستشاري.
تم اعداد لوحه القرار الوزاري وهنقدم عليها في الفتره اللي جايه دي على طول. جميل. فين بقى مفيش ارض التجمع هنا؟ ازاي؟ هو الكلام من غير يعني دايما دوكيومنتس او زي ما بنقول مستندات انت بتتكلم وخلاص مش عارف طبعا ايه التفاصيل، كل التفاصيل طبعا موجوده عند مجلس اداره النادي الاهلي، وزي ما انت بتقول كده حضرتك مدفوع 45 مليون جنيه، يعني حاجات كده كلام ما هو لازم يتقال كلام زي كده طبعا. لازم. الحاجه الثانيه برضه اللي قالها في نفس الكلام، قال ان الباشمهندس محمود طاهر قد اعلن عن استاذ النادي الاهلي في المؤتمر الاقتصادي سنه 2014 وحتى اليوم مفيش حاجه اتعملت. اللي عايز اقوله ومفيش ارض للاستاد كمان، يعني مفيش حاجه اتعملت فطلع مفيش ارض للاستاد. طيب يعني السؤال بقى وانت بتتكلم على ارض الاستاد اتفضل موجوده وان بعد المؤتمر الاقتصادي على طول واعلان المهندس محمود طاهر عن الاستاد الجديد جت زياره وفد من 10 خبراء المان وانا كنت معاهم في الموقع ولفوا الموقع حته حته واختاروا مكان الاستاد اللي هو هيتعمل حوالي 40 فدان اللي هو الاستاد الجديد بتاع وخطواته ايه يا باشمهندس؟ فندم الخطوات اللي ما بعد طبعا اختيار المكان دلوقتي يعني حاليا احنا رايحين فين؟ بعد ما عملنا رسومات وجينا بقى بدانا نخاطب الجهات المعنيه عشان ناخد التراخيص تمام اكتشفنا ان مدينه الشيخ زايد اقصر ارتفاع فيها 6 متر وبالتالي ما نقدرش نعمل استاد فاللي حصل ايه؟ ان دلوقتي في يعني في مفاوضات على اعلى مستوى من المجلس الحالي والجهات المعنيه لحل المشكله ديت وان شاء الله هتتحل وقريبا هنشوف هنسمع عن اخبار ساره. الحاجه الوحيده برضو اللي مش فاهمها من المذيع اللي في البرنامج دوت ان انا يعني بقالي اولا المجلس دول الناس صحابي كلهم من زمان بقالي معاهم دلوقتي 4 سنين ان ديتيلز في الشغل عمري ما سمعت واحد منهم او اي حد من الاداره قال المجلس الحالي عمل ايه؟ عمل كل حاجه وان هو اللي عمل النادي الاهلي ده كله، عمرها ما حصلت، ده هم كل كلامهم ان هي عباره عن اجيال بتسلم اجيال، حتى كان الشعار بتاعهم اللي هي تتواصل الاجيال ويستمر العطاء. صحيح. انا معاك في يعني انا مش فاهم ليه الهجوم الرهيب على الناس دي بتشتغل بهدوء ما بتعملش مشاكل، يعني لو حد غيرهم للامانه في مشاكل كثيره جدا كان ممكن يطلعوها، طبعا الكلام ده ما بيطلعش لان دي ناس محترمه جدا. مش انا مش شايف اي سبب الهجوم عليهم. يعني الناس ما بتعملش اي مشكله. انا مش فاهم يا كابتن محمد يعني الواحد يعمل ايه اكتر من كده. طيب يعني انا بشكرك يا باشمهندس محمد، اكيد زي ما انت بتقول يعني في اوقات او انا شايف